يوم جديد ورحلة جديدة هناخدكم معانا النهاردة علشان نتابع ديربي خليجي قوي، ديربي سعودي إماراتي بين نادي الهلال بطل آسيا وبطل السعودية ونادي الجزيرة حامل لقب الدوري الإماراتي واللي بيشارك بصفته مستضيف للبطولة. أعتقد هتكون مباراة قوية جدا في الملعب، وهنشوف حضور جماهيري قوي من جانب نادي الهلال. اللي عرفته ان في جماهير كتير جاية من الرياض علشان تدعم فريقها. هناخدكم معانا في الرحلة اول باول، خليكم معانا. النهاردة رحلتنا بتبتدي من التاكسي، يعني الملعب يعني بعيد شوية، ملعب استاد محمد بن زايد اللي بيتسع ل 37 ألف متفرج. الحضور الجماهيري طبعا محدد ان هو ما يتخطاش 80%. توقعات ان الحضور النهاردة اصلا مش هيوصل ل 80% زي ماتش الاهلي يعني امبارح، ممكن مثلا يوصل 30-40%. احنا قربنا نوصل، خلينا نشوف هتبقى الدنيا عاملة ازاي حوالين الملعب وجوه الملعب. استاذ محمد بن زايد قبل ساعتين تقريبا من بداية المباراة. المباراة بتتلعب ولكن بطريقة مختلفة، بتتحكم فيها بالايباد، بتتحكم في الكورة عشان تدخلها المرمى. شوف هينجح ولا لا، لسه الموضوع صعب. طب نشوف التاني برضو موجود اهو في منطقة ال 18. اللي بيتحكم في الكورة اهو. نفسك شوية برضو قبل الماتش تلعب بلاي ستيشن، انت ممكن تيجي. جماهيرية بصراحة ممتازة، زي ما قلت لكم اللي عايز يلعب حاجة بيلعبها. ولا تيكا سيلفي. قبل بداية المباراة بقى جماهير القوة الزرقاء، جماهير الجزيرة. فرحة جماهير الجزيرة. نادي الجزيرة متقدم بالهدف الأول. سيبنا أجواء الصحفيين وأجواء الشغل وخلينا نروح نشوف جماهير الهلال بتشجع إزاي الفريق والأهزيج الهلالية من وسط جماهير الهلال. مهمتنا الشوط الاول، رحنا والنتيجه 1-0 نادي الجزيره، رجعنا النتيجه 2-1 لنادي الهلال. فوز مش هنقول مستحق للزعيم، بس فوز متوقع لحد دلوقتي. في الشوط الاول ادوا بشكل مميز جدا، اجاله بيفتتح سجل اهدافه مع الهلال بالجون الاول، ماتيوس بريرا اخيرا بيسجل وبيحتفل على طريقته الخاصه. 2-1 للزعيم لحد دلوقتي. هلال ولعتها، هلال هلال، محمد كنو سجل الثالث.
الزعيم بيتألق، الزعيم العالمي 3-1 قدام نادي الجزيرة. خلاص تقريبا الهلال هيواجه نادي تشيلسي في الدور القادم. الهلال حسم الماتش رغم ان فاضل نص ساعة، بس اعتقد ان الهلال قادر ان هو يحسم الماتش وممكن كمان يزود الاهداف. جماهير 12,358. ثلاث اربع، سالم الدوسري، سالم الدوسري سجل الهدف. الهلال خلص الماتش، ملحمة هلالية كبيرة جدا. العب يا هلال، جمهورك وراك، خلي الملعب كله هلالي. الهلال بيحسم تأهله رغم ان هو خلاص فاضل وقت بس. الهلال فريق كبير جدا في الملعب، واضح تأثير اللعيبة الأجانب اللي مع الهلال وكمان اللعيبة المحليين، لعيبة مميزة جدا. فريق أفضل من نادي الجزيرة بشكل واضح جدا في أرض الملعب. الدوسري يفضل ان هو يطلع يغادر الملعب من ناحية جماهير نادي الهلال علشان ياخد تحية كبيرة جدا مستحقة من جماهير الهلال العالمي. فرق 5 خلاص، يعني حتى ماريجا مجريش يحتفل بالجون، يعني مجريش يحتفل بالجون. الجون الخامس نتيجة كبيرة جدا، تقريبا أكبر نتيجة نادي سعودي بيحققها في بطولة كأس العالم للأندية. الهلال عالمي في العالمية. حوار بين جاريلو وبيريرا، كل واحد فيهم عايز يشوط ضربة الجزاء، هنشوف مين فيهم اللي هيقنع التاني في الآخر. جاريلو وبيريرا كل واحد عايز يشوط ضربة الجزاء. خلاص كاريلو ولا يشوط. ماتيوش بيريرا ما كانش مقتنع. جول حسمها بسداسية. ننزل على الميكسد زون نشوف حواراتنا مع اللعيبة. الهلال تنتظر مباراة قوية قدام نادي تشيلسي الإنجليزي، المواجهة الجاية في نصف نهائي كأس العالم للأندية. نشوف دلوقتي تصريحات اللعيبة، لعيبة الهلال بعد الفوز الكبير اللي حققوه على حساب نادي الجزيرة المغربي. نلحق دلوقتي في الميكسد زون، نلحق ناخد تصريحات من اللعيبة. يا ميكسد زون، يا ميكسد زون، يا ثانك يو. شروط بس سؤال جروب اللعيبة الميكسد الزون زي ما انت شايفين، انت بتطلع من الملعب على طول، اللعيبه بتعمل لقاءات تلفزيونيه. تنتهي تغطيتنا للفوز التاريخي لنادي الهلال، اكبر نتيجة في تاريخ نادي سعودي يفوز بيها في بطولة كاس العالم الاندية. طبعا فوز التاريخ على الجزيرة الاماراتي على ارضه وسط جمهوره. قفلنا صفحة الهلال والجزيرة، ودلوقتي نحاول نلحق ماتش المنتخب المصري قدام السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية. بالتوفيق للفراعنة إن شاء الله.